مساء الخير. الغش من التصرفات اللي كل الأديان بترفضها رفضا تاما، مفيش دين سماوي ولا عقيدة أرضية ولا حتى أي ثقافة بتقول إن الغش ده حاجة جميلة وزي الفل وإنه مفيش فيه أي مشكلة. لكن هل ده منع الغش؟ لا، للأسف لم يمنع ذلك الغش. ده الغش قرب يبقى ثقافة في المدارس وفي الدنيا في الحياة كلها. الغش بقى ثقافة، مش قرب، لا، الغش بقى ثقافة. خلينا ايه، ما نحطش راسنا في الرمل، ما ندفنش راسنا في الرمل زي النعام. الغش في كل حاجة بقى ثقافة. ده كان في لجان كاملة يا مؤمن في الثانوية العامة بيحصل فيها غش جماعي، وزارة التربية والتعليم اتصدت ليها ومنعت اي تحويلات كانت بتحصل للجان الغش اللي هي كانت معروفة بالاسم، كان معروفة، وكان ساعات بتبقى فيها طلبة من عيلة واحدة أو من عيلتين، شلة كده، والغشاش بيجيب أكبر مجموع وبيدخل أفضل كلية وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي إنه يغش في الكلية برضه، ما هي بقت عادة، ويتخرج وهيبقى حاجة مهمة. تخيلوا بقى مثلا دكتور غشاش، رجل قانون نجح بالغش، ولا يتعين معيد وياخد حق حد من زمايله متفوق بصحيح وهو اللي يستاهل المكانة دي. تخيلوا هذا الغشاش ياخد حق المتفوق اللي تعب وعافر واجتهد. هو غشاش لانه لعب يمكن، او يمكن غبي او مستهتر. فتخيلوا بقى لما النماذج دي هي اللي تتصدر الصورة، هتدمر المجتمع. اي مجتمع، اي بلد، اي بلد فيها الغشاش هو اللي في الصدارة بتقع، لان الغشاش بيدمر القواعد اللي بيقوم عليها المجتمع. أهم قاعدة إنه الاجتهاد هو طريق بتاع النجاح، وإنه من غشنا فليس منا. فاكرين؟ مش إحنا اتربينا على الحديث ده؟ من غشنا فليس منا، فاكرينه؟ طيب أنا ليه النهاردة لسه بتكلم عن الغش؟ ليه؟ علشان مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة قررت تلغي عام دراسي كامل لتسع طلاب في تالتة إعدادي في إدارات بأبو لاء الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية. ليه المديرية لغت لهم السنة الدراسية كاملة؟ ليه؟ عشان الطلبة الأطفال، الطلبة الأطفال تاني داخلين رجال امتحانات معاهم موبايلات حاولوا يغشوا بيها. طيب السؤال، هل ده كان بيحصل زمان ويعدي؟ بصراحة كان ممكن يحصل زمان، لكن وزارة التربية والتعليم قررت تقفل حنفية السبهللة بتاعت الغش دي. وزير التربية والتعليم أعلن إنه من النهاردة مفيش غش ومفيش معلش. يعني كلمة إيه معلش؟ مش نعمل كده تاني، مفيش خلاص. ومفيش بقى معلش، أصل ده عيل صغير مش عايزين نضيع عليه السنة. لا، التعليمات واضحة، اللي يغش هيدفع الثمن. لجان الامتحانات هتتراقب بالكاميرات، وهيبقى في كده تقنية زي الفار كده اللي في الكورة، واللي هيغش هيتمسك. اللي هيسرق حق غيره ومكانة غيره السنة هتتلغي له كلها. مش بس كده، ده كمان مديرية التربية والتعليم في الجيزة قررت تلغي تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين وكل اللي ليهم علاقة باللجان اللي كان فيها غش، وهتحولهم للشؤون القانونية بسبب التقصير في عملهم. واللي حصل في الجيزة حصل في مطروح، حصل في محافظات تانية، وبرضه اتلغت السنة الدراسية للغشاشين كلهم. وفوق كده وزارة التربية والتعليم قررت إن امتحانات الشهادة الإعدادية من السنة الجاية هتبقى بنظام البوكلات، عشان ما يحصلش تسريب للأسئلة من جوه اللجان زي ما حصل السنة دي. والتشديد على الطلاب إنهم ما ينفعش يدخلوا معاهم الموبايلات، مش بس على فكرة الطلاب، لا، ده كمان المراقبين والملاحظين وأي حد ليه علاقة بالامتحانات جوه اللجان الامتحانية ممنوع يدخل بالموبايل. والوزاره بقى بصراحه مستحلفه لاي حد اتورط في موضوع التسريب ده، يعني هيحصل له عقاب شديد ومش هيعدي الموضوع خلاص. حضرتك ولي امر وسامعني، واحنا داخلين على امتحانات الثانويه العامه اللي هي مصيده الرعب الوهمي اللي بيعيشوا فيه الاسر المصريه،
فابن او بنت حضرتك ما يدخلش اللجنه بالموبايل، وحضرتك بعد اذنك ما تشجعش عيالك على الغش. لو سهلت لهم النهارده الغش بكره هيغشوك انت اول واحد. وخلي بالك بقى يعني عزيزي الطالب وبرضو عزيزي ولي الامر، ميعاد الامتحان مقدس. ليه بقول كده؟ لانه النهارده حصلت خناقه والبوليس جه وعشان يعني يفض اشتباك مع بعض اولياء الامور اللي عايزين يدخلوا عيالهم اللجنه وهم متاخرين جدا. ربي ابنك او بنتك على ان المواعيد مقدسه، وانه في بلاد نجحت لانها بتحترم الوقت. زمن بقى تجمهر اولياء الامور والصوت العالي وفرض الامر الواقع خلص خلاص في مدارسنا، مشهد وحش جدا يا جماعه. ولما بقى تخلص الامتحان ابقى احتفل كده وهيص زي طلبه الاعداديه في بورسعيد اللي عملوا فرح وزفه في الشارع عشان خلصوا الامتحانات، بس برضو بالنظام وبالادب، لانه الانضباط والحق ما يزعلش حد. مصر جديده، اهلا بكم.